بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أقول السيدات والسادة لأني أضم إليكم سيدات الجهاز التنفيذي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين واللواتي يعني سهرنا معنا يعني طيلة هذا الاقتراع. إذن سيدات والسادة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الموقر، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في مستهل كلمتي أن أعبر لكم عن مدى ارتياحي الشخصي لاستكمال بناء الصرح المؤسساتي بالإعلان في هذا اليوم عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتي تمت بحمد الله في ظروف عادية جدا. وقد عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بكثير من العناية والاهتمام على إلاء الأولوية المطلوبة من أجل الوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تعبر بصدق عن إرادة الناخبين وتحترم اختيارهم وتحمي أصواتهم من كل تزوير أو تحريف، كما سهرت على توفير منافسة نزيهة بين المترشحين من خلال الحرص على وضع الشروط والظروف الكفيلة لذلك، بحيث جرى تأطير هذه الانتخابات على غرار أي انتخابات وطنية أخرى بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، والوقوف على مسافة متساوية من كل المترشحين. الآن نستطيع أن نشهد بأن من خلال ما جرى في هذه الانتخابات قد وصل البناء المؤسساتي في الجزائر إلى درجة النضج الانتخابي، في انتظار إن شاء الله ما سنوصل إليه من نضج ديمقراطي في هذا المجال. إذن حرص السلطة الوطنية الانتخابية على البقاء على مسافتين من كل المترشحين يعني أدى بخلق جو احترام متبادل خلال العملية الانتخابية بين المترشحين في حد ذاتهم أو بينهم وبين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما سمح لها أن تلعب دور المنظم المسير وفي نفس الوقت يعني خلق مجال للتحاور، مجال للتشاور بين ممثلين المترشحين، واستطعت بذلك أن تفصل في ما كان من شأنه أن يعوق سير الحملة الانتخابية بدرجات يعني درجات ما هيش درجات يعني خطيرة، ولكن درجات قد تدخل بعض الإزعاج في هذا المجال. لأن الغاية التي نصب إليها من خلال هذا المسعى هي صيانة حرية النخب في اختيار من يراه مناسبا
لتمثيله في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على المصلحة العليا للوطن. كما إنني أشعر بارتياح عميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهو الأمر الذي يحمل دلالتين أساسيتين. الأولى هي بلوغ النزاهة والشفافية عبر كافة مراحل العملية الانتخابية، والثانية هي إعطاء إشارة واضحة لكل من تابع هذه الانتخابات في الداخل والخارج بأن الشعب الجزائري بكل مكوناته قد وصل إلى درجة عالية من النضج الانتخابي يصبو من خلاله إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن، لا سيما وأن هذه الانتخابات قد جرت في ظل محيط دولي وإقليمي مضطرب، وهو الأمر الذي يستوقفنا جميعاً بأن نكون صفاً واحداً متماسكاً. إن استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024 من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 وضع السلطة المستقلة أمام تحدي جديد عملت على رفعه وبلوغه حفاظاً على الأمانة التي أسست من أجلها من خلال التنظيم المحكم والعمل على توفير كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية لإنجاح هذا الموعد الهام. فقد عملت السلطة المستقلة على إعداد مختلف الوثائق الانتخابية ووضعها تحت تصرف الراغبين في الترشح، أين تم توفيرها في وتوزيعها على جميع المندوبيات الولائية وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. ولا شك أن الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحماية وصون صوت الناخب هو الرهان الذي رفعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مدركة أن نتائج الانتخابات ستؤدي إلى تحقيق الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وترسيخها في بلادنا، مما يضفي الشرعية الكافية على مؤسستنا، وهو الأمر الذي نحسبه ظاهرة ديمقراطية تجعل من الانتخابات فعلا حضاريا. كما أشيد كذلك بالظروف التي ميزت الحملة الانتخابية والتي اتسمت بالهدوء والسلمية، وعلى الرغم من تسجيل بعض المظاهر السلبية المنفردة كتمزيق الملصقات أو إتلاف اللافتات لعرض صور المترشحين أو إلصاقها في غير الأماكن المخصصة لها، فإنها لم تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية. وفي هذا السياق فقد سجلنا 6689 نشاطاً، منها 1521 تجمعاً شعبياً و 5168 لقاء جوارياً عقده المرشحون الثلاثة ومدراء الحملة الانتخابية أو ممثليهم، تخللها 9 تجاوزات من الصنف التي أشرنا له آنفاً، ونتج عنها توجيه 8 إعذارات. يعني بالنسبة للعدد الهائل من النشاطات المنظمة فيبدو جلياً أنها كانت سليمة من كل انحراف. ومن جانب آخر أجدد تقديري لرجال الصحافة ووسائل الإعلام باعتبارها جهات معبرة عن وجهات نظر كافة المترشحين بإنصاف ودون تحيز، وعن مدى التزامهم بميثاق الشرف وعلى الاحترافية التي ميزت عملهم. وبهذه المناسبة وجه لهم تحية خاصة باعتبارهم شركاء حقيقيين للسلطة المستقلة. السيدات
الفضليات السادة الأفاضل، لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بجهود الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية التي قامت بكل احترافية ومهنية بتأمين العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة، بما في ذلك مهام مرافقة نقل وحفظ الوثائق الانتخابية ومراكز ومكاتب التصويت عبر كامل ربع الوطن. وفي ذات السياق بوسعي أن أوصل جميل عبارات الشكر للسيدات والسادة القضاة رؤساء اللجان الانتخابية، سواء بمناسبة المراجعة الاستثنائية أو على مستوى البلديات والولايات، نظير عملهم المشهود، نظير عملهم المشهود دون نسيان المساهمة الفعالة والمرافقة الإيجابية للجماعات المحلية في توفير الظروف والتنسيق المحكم مع امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي. كما أحيي بمزيد من التقدير والعرفان كل المؤطرين نساء ورجال، سواء كانوا على مستوى امتدادات السلطة المستقلة أو مراكز ومكاتب التصويت داخل الوطن وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، الذين امتثلوا إلى القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي والتزموا بمبادئ الحياد وعدم التحيز. ولا يسعني أيضا إلا أن أشيد بالتعاون التام والدعم الشامل الذي لمسناه من قبل السلطات العمومية ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لدعمهم اللامشروط وتعاونهم المستمر مع السلطة المستقلة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. وفي الختام أود أن أشير إلى أن الخبرة التي اكتسبتها السلطة المستقلة من خلال إشرافها على الاستحقاقات الانتخابية السابقة وضبطها لمجريات العملية الانتخابية يدفعنا إلى الجزم بأن هذا الموعد الانتخابي قد جرى في ظروف جيدة وبشكل نزيه وشفاف. هذا وقد قطعنا العهد والتزمنا مرارا بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستسهر على توفير الشروط والظروف الكفيلة بذلك من الناحية البشرية والمادية واللوجستية. السيدات الفضليات السادة الأفاضل، وبالشروع في الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 30 من الأمر رقم 2101 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والتي تنص في مطتها 10 أن رئيس السلطة المستقلة يعلن عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية. أفرزت أقول إذن بالنتيجة أعلن أنها أفرزت نتائج الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين 3. أقول قد أفرزت على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين 3. أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي؟ أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي على ما يلي؟ أولاً المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد
قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65%. 2. المترشح الثاني السيد حسان الشريف عبد العالي عن حزب حراكة مجتمع السلم، قد تحصل على 178,797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17%. ثالثا، المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، قد تحصل على 122,146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16%. أما بالنسبة للنتائج المحصل عليها من قبل المترشحين في كل ولاية، فيمكنكم أيها السادة أيها السيدات الاطلاع عليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للسلطة المستقلة. تلكم هي أيتها السيدات أيها السادة النتائج المؤقتة التي وجب علي إفادتكم بها عملا بأحكام المادة 259 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي سيتم مباشرة إبلاغها فورا إلى المحكمة الدستورية. تلكم هي المعطيات التي كان علي إبلاغكم بها. أحييكم على صبركم، وأسأل الله أن يعيننا جميعا على تحمل هذا العبء الثقيل للحفاظ على الأمانة، ألا وهي حرية اختيار النخب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذا إذن الجلسة مرفوعة، وإن شاء الله بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها فيما يخص الانتخابات النتائج النهائية، إن شاء الله ننطلق في ما بقي لنا من عمل لبناء صرح الدولة المؤسساتية. الله ولي والتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.